بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: نرجو أن تبينوا لنا معنى حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب، علما بأن البعض يحتج بهذا الحديث لغير لقتل الكافرين. الحديث فيما أعلم أخرج اليهود والنصارى، ما هو المشركين عموما، اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهذا خطاب لولاة الأمور، ما هو خطاب لكل أحد. اللي يخرجهم ولي الأمر إذا استطاع ذلك، كما أخرجهم عمر رضي الله عنه في خلافته لما قوي الإسلام وانتشر الإسلام وقوي المسلمون، أخرجهم، نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أفراد الناس فليس هذا من صلاحياتهم، ليس لهم أن يخرجوا أحدا، وإنما هذا لولي الأمر هو الذي ينفذه إذا رأى المصلحة في ذلك ورأى القدرة على ذلك. أيضا هؤلاء الذين يزعمون أنهم يستدلون بهذا الحديث يقتلون المستأمنين ويقتلون المعاهدين، والرسول لم يقل اقتلوهم، قال أخرجوهم، ولم يقل اقتلوهم، لأن قتلهم خيانة وفيه وعيد شديد، لأن دماءهم معصومة وأموالهم معصومة مثل دماء المسلمين وأموال المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. والله جل وعلا لما ذكر القتل الخطأ قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد وأمان، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن. فجعل قتل الكافر المعاهد مثل قتل المسلم خطأ، تجب فيه الدية والكفارة، لا يجوز قتلهم، وإنما إخراجهم بيد السلطان وولي الأمر.